إن كيدهن عظيم. الصبح لقوه ميت في أوضته، اتقتل. بس إزاي؟ بطني بطني. مات في الحلقة. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي فعلا ينطبق عليها إن كيدهن عظيم. تعال نشوف الست لما بتمكر، تعالنا نشوف الست لما تخون، تعال نشوف الست لما تحط تفكيرها في الانتقام. على فكرة انتقام الست بيكون اكتر انتقام فيه بشاعة، اكتر من انتقام الراجل للراجل. الست لما بتنتقم ما بتراعيش اي حرمانية، يعني ممكن الست تقتل وتقطع وتمثل بالجثة، في حين الراجل ممكن يقتل بطعنة بطلقة يخبط واحد بعربية. لكن الست لما بتنتقم بيكون انتقامها اشرس من انتقام اي راجل على وجه البسيطة. تعال نشوف الجريمة دي حصلت ازاي. بنت اسمها عنايات، اسمها عنايات، اتعرفت على شاب وحبته اسمه عمر، هي عنايات وهو عمر، حبوا بعض وعاشوا قصة حب جميلة. اي قصة حب المفترض ان هي بتنتهي بايه؟ لما يكون قصة حب عفيفة شريفة نزيهة، المفترض ان الشاب بيدخل البيت من باب ويتقدم، مش هو ده المفروض؟ ولا شبابنا بيمشوا مع البنات عشان يعمل علاقاته في الاخر يسيبوهم؟ المفترض اللي بيحب بنت والبنت بتبادله نفس الاحاسيس والمشاعر والحب يروح يتقدم لها. لكن اللي حصل ان الولد للأسف بعد البنت ما وثقت فيه وحبته وحبها، مرة واحدة تخلى عنها، تخلى عنها نهائيا، قفل صفحته على الفيس، غيرها، غير رقم تليفوناته، عمل لها بلوك في كل حاجة في حياته وقطع معاها. فجأة عمر الصبح لقوه ميت في أوضته، ميت في أوضته، مات. كلنا بنموت، هو الموت ليه عمر؟ ده بيكون طفل صغير، ودينا شفنا من كام يوم عريس ذبح الذبيحه ووزع اللحمه ومات في ليله الحن هو بيذبح، وشفنا العروسه اللي دخلت باب جوزها باب شقته وهو شايلها ماتت في حضنه، هبوط في الدوره الدمويه مفاجئ. فالموت، وفي مريض الاطباء بيقولوا مش هيعيش وبيعيش، والسليم بيموت، دي اعمار بتاعت ربنا. عمر مات، ليه اخ اسمه عماد، ما عرفش ايه حرف العين في القضيه دي، اللي مات اسمه عمر، اخوه اسمه عماد، اللي بيحبها اسمها عنايات، هي كده اتركبت لوحدها. اخوه راح مبلغ في الشرطه ان انا شاكك في وفاه اخويا، وان اخويا لا يمكن، ده شاب صغير، ده في الثلاثينات، ازاي يموت الموتة دي؟ وتبتدي بقى معالم الجريمة، ازاي الجريمة تمت بدون وجود قاتل؟ مين اللي قتل عمر؟ عمر مات ازاي؟ بإرادته، يعني عمر مات بإرادة عمر، من غير ما حد يكلمه، من غير ما حد يقول له حاجة، عمر مات، اتقتل. بس ازاي؟ تعال نشوف بقى ان كيدهن عظيم، عشان تعرف المرأة. عشان كده بنقول لك ايه، احذر من عدوك مرة واحذر من المرأة مليون مرة. المرأة دي ممكن تكون زوجتك، ممكن تكون قريبتك، ممكن تكون زميلتك، لان عشان كده المثل الاصلي ايه، احذر من عدوك مرة واحذر من صاحبك وصديقك مليون مرة، لان هو اللي عارف وجعتك. ازاي عمر اتقتل؟ ومين اللي قتله؟ وازاي اتقتل من غير ما حد يلمسه؟ اقول لكم ازاي بقى. شوف الفن، شوف الجمال، ما هو خلوا بالكم حتى لو الجريمة بس لعبة حلوة، يعني الجريمة دي اللي عاجبني فيها انها ملعوبة صح،
ما انا ممكن اكون بشجع فريق، انا مثلا بشجع الزمالك والاهلي بيلعب مع الزمالك مثلا، وراح الاهلي لعب لعبه جميله فيها باص هات وخد دخل جون في الفريق اللي انا بشجعه، انا لازم اشجع للاهلي لان اللعبه حلوه خلتني انا رغم ما بحبش الاهلي اهو مثلا يعني، خلتني انا اقول برافو، لا ملعوبه ملعوبه ملعوبه، العيال دي جابت جون حلو. طب ايه اللي حصل؟ طبعا مش بشكر في المصيبه اللي حصلت، لكن عجبتني الفكره. الجريمه تمت ازاي؟ عنايات حبيب قلبها عمر سابها، هي عارفه كل حاجه عن عمر، عارفه ان هو القانون تعبه وعارفه ان صحته مش مساعداه والقانون ده القانون العصبي ده مشكله، فراحت عامله صفحه جديده على الفيسبوك وسمتها الدكتور نور، كانت عامله الصفحه ان هي دكتوره ومتخصصه في علاج القولون، وابتدت تكلم هذا الشاب اللي قدرت توصل على الصفحه بتاعته اللي هو عمر، وابتدت تتكلم معاها وتتكلم معاه وقدرت تقول له انت تعبان بيه، قال لها قولون، قالت له انا الدكتوره نور خاصه بالقولون، ودخلت عليه الدخله الجميله دي، وابتدى يتقرب منها عن طريق الفيس وهي تتقرب منه لغايه ما اعترف لها بحبه وهي اعترفت له بحبها والامور زي الفل. قالت له انت بتشتكي من ايه؟ طب ما تيجي عندي العياده. قال لها انت فين؟ ده انا في محافظه وانت في محافظه تاني. قالت له طب احكي لي كل الاعراض اللي عندك والاشاعات اللي عندك ابعتها لي كلها. راح مصور لها الاشاعات ومصور لها التحاليل واعمل لي ما اعرفش كشف ايه واعمل لي ايه، وراح باعت لها ده كله ده على الفيس. بصت هي على التحاليل قالت له ايوه لا القولون متبهدل خالص. طب انت سكت على نفسك كده ليه؟ الاشاعات بتقول لا لا بس لها علاج. ياه ده انت حالتك الحمد لله اللي انا شفاه في الاشاعات والتحاليل، انت يعني الحمد لله احنا يعني كويس الموضوع ما اتطورش اكتر من كده. الاشاعات والتحاليل بتقول ان انت القولون عندك طيب ماشي، انت ليك حد بيجي عندنا في المحافظه؟ الله في ناس كتير قوي بيجي عندنا في المحافظه. قال له طب خلاص انا هكتب لك الدواء تاخده 3 مرات قبل الاكل. قال لها جات له هجيب نتيجه؟ ده جاي من المانيا، انا الدكتوراه بتاعتي واخدها من المانيا وفي الحته بتاعتك انت بالظبط. قال لها بتتكلمي جد؟ قال لها طبعا. قال لها طب ابعتوا له النبي ده تعبان. راحت جابت ازازه الدواء وحطت عليها سم. شفت اللعبة الحلوة؟ بقولك لعبتها صح. بعت لها واحد عطت له علبة الدواء، راح الشاب اللي دخل اوضته كلم بتاعته قالت له خدت الدواء لسه؟ قال لها انا جبت الاكل اهو. قالت له لا لازم قبل الاكل معلقة صغيرة كبيرة. قالت له معلقة كبيرة. خد المعلقة من هنا بطني مات في الحال. شفت القصة؟ شفت عمل الصفحة وهمية على الفيس وسمت نفسها الدكتورة نور ومتخصصة في أمراض القولون وعملت فيلم عشان تنتقم من حبيبها اللي سابها، ما هي عارفة واجهته، عارفاه إن هو بيشتكي من القولون، عمل الصفحة واتقربت معاه وخلت هوب هوب، وفي الآخر بعتت له الدواء مع واحد هو اللي بعته كان مستنيها. اتفضل أنت جاي مع طرف عمر الدواء هو ياخد 3 مرات قبل الأكل. خد المعلة من هنا فضل يصوت عقبال ما ودوه المستشفى كان مات. الاخ طبعا عماد اول ما اشتكى وابتدت التحريات وابتدى يدخلوا على صفحته لقى انه في واحده اسمها الدكتوره نور كاتبه له كذا وابعت لك الدواء وده وده، فضلوا يتوصلوا. هنشوف صوره المتهمه كمان دلوقتي مقيمه في منطقه اسمها ابو سويلم، منطقه مشهوره جدا، تم القبض عليها، اعترفت ان هي اللي انتقمت منه بسبب ان هو سابها وغير ارقام تليفوناته وعمل لها بلوك، فادعت ان هي دكتوره نور وعمل الصفحه ودخل هو عليها وابتدت تتكلم معاه واقنعته ان هي دكتوره كبيره واخده الدكتوراه من المانيا في التخصص القولون لغايه ما اقتنع تماما وبعت له الدواء اللي كان فيه سم، اول ما خده مات في الحال. اعترافات تفصيليه وتم القبض عليه. هنا بقى الجريمه دي برضه عشان تبقى تعرفوا ان الست ما بتختلفش من دوله لدوله. الجريمه دي كلها حصلت فين؟ في دوله شقيقه لمصر، ليبيا، جماهيريه ليبيه. ليبيا الجريمة دي حصلت على أرض ليبيا، المجني عليه ليبي عمر، والمتهمة اللي اسمها عنايات واللي كانت عاملة صفحة اسمها نور ليبية. لكن شفت تفكير الست وصل قد ايه؟ تعمل صفحة وتخلي حبيبها ينخدع ان دي دكتورة
وياخد الدواء ويمو ويشرب السم وهي معاه قبل الاكل. خد معلقه، يقولها صغيره ولا كبيره؟ خد معلقه كبيره وتسمع صراخه. لكن هنقول ايه؟ ان كيدهن عظيم، لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.